عايزين نتكلم مع بعض عن عملة المفروض إنها من 9 أيام من الوقت الحالي من إذاعة الحلقة هيكون فيها ارتفاع بقيمة، القيمة دي تصل إلى 10X. طيب عايزين نقول حاجة مهمة، إيه أهمية العملة دي؟ هي أولا العملة دي من عملات الميم، تمام؟ ولكن في أهمية ليها إنها مش عملة ميم فقط. العملة دي المفروض ان بعد فترة قريبة ليها هيكون ليها ادراج مهم في منصة مهمة، ده هيؤدي لارتفاع كويس جدا في هذه العملة قبل ما يتم طرح لعبة. اللعبة دي من العاب البلاي تو ايرن، ولعبة قوية جدا، مش عايز اقول انها تنافس العاب ايه في عملات ايه، ولكن هنقول انها لعبة مهمة هيكون ليها بلان جاية بتدريج وبشكل جيد. فلذلك الاستثمار في الوقت الحالي في هذه العملة اللي يقدر يضمن لك 10X في 9 أيام في الحالة دي شايف ان هيكون استثمار مهم جدا، ولازال الاستثمار فيها فقط مغلق للمحافظ الفي اي بي. فلو محفظتك بتبدأ من 6000 ل 8000 USDT تقدر تتواصل عن طريق رقم الواتس الخاص بينا في صندوق الوصف، تقدر انك تتواصل معنا، هتقدر ان احنا نعرفك ازاي تتعامل مع هذه العملة، ازاي تقدر تشتريها من على محفظة التراست والت او الميتا ماسك او اي محفظة من المحافظ التانية اللي بتدعمها هذه العملة، وازاي تقدر تكون مستعد في التوقيت المناسب للبيع عشان تقدر تحقق من بداية 10X الى ما هو اعلى. مهم جدا انك في ظل الاضطرابات اللي موجودة فيها السوق في الوقت الحالي، فاحنا النهاردة على 29، لو قدرنا ان احنا نكسر 29 وننزل تحتها يعني قلبنا الدعم القوي لمقاومة، احنا هنبدأ نزور 26000 ونزور ارقام تانية في البيتكوين مهمة. فلذلك قصة المضاربات انك تضرب حتى لو $10,000 في 5% 10%، شايف ان الكلام ده مش هيبقى كلام قوي، لانك عايز تحول ال10,000 ل100,000، فما اعتقدش انك من مضاربات حتى لو فضلت مضطرب فيها كل يوم وتحت ضغط نفسي كل يوم عشان تجيب حتى 1X هيكون صعب جدا جدا في الظروف المتقلبة في الوقت الحالي. فلذلك لازلت بقول وبكرر وبعيد ان 23 هي سنة من سنوات تجميع البيتكوين، وهي سنة فيها فقط تجميع. فافضل شيء تعمله وقت التجميع لما تكون العملات بتجمع هي انك تدخل في اكتتابات تقدر من خلالها تحقق ارقام وتحقق ارباح، هي دي اللي ممكن تغير مصير محفظتك من الالف الى الياء وتنقلك في اتجاه المحافظ اللي بتدعم 5 أصفار وبإذن الله توصل ل6 أصفار. تحياتي ليكم، كنتم مع قناتكم كريبتو بنتلي مان، قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظ الفي اي بي عن بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.